السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كفتة الشوفان المشوية، جميلة وصحية ومفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. اذا كنت اول مرة تزوري قناتي، شير ولايك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتي، وشاركيها مع الاهل والاصحاب. وهنشوف مع بعض كفتة الشوفان دي اتعملت ازاي. انا هنا معايا كوبايتين شوفان هنطحنهم، حابه تحطي اكتر براحتك، انا حاطه كوبايتين شوفان على كيلو لحمه. وهنا بصلة بشرناها، يعني لسه هتتعمل كمان، لأن كل ده هيتفرم مع بعض. وبقدونس وكزبرة خضراء، وتوم انا مفرزاه كده بالشطة ومعمول عندك في القناة، وفلفل حامي طبعا، فلفل اخضر حامي وجزر، ده جزر مفرز. قطعي شرايح وفرزيه او ابشريه وفرزيه براحتك خالص عشان يبقى عندك طول الوقت. ده الفلفل الحامي، فلفل اخضر. بنقلب الخليط ونبتدي نفرمه مع بعضه، ونحط التوابل بتاعتنا، نحط الملح والتوابل والكزبرة الناشفة دي، البهارات. انا بحمص البهارات واطحنها، ودي الكزبرة الناشفة، ونخلط الخليط كله مع بعضه ونبتدي نفرمه، ونجرب صباع واحد بس في الاول نشوف الملح بتاعه اخباره ايه، وبعد كده نكمل باقي الخلط. انا عندي، لو حد عنده الجهاز ده يستخدمه، هي شواية بتتحط على البوتاجاز، بتدهني السياخ بتاعتها دي بالزيت، والسياخ الخشب المفروض تتحط في مية من بالليل علشان ما تتحرقش، يعني انتي بحطيها في مية قبلها. انا دهنتها زيت عشان ما تلزقش فيها الكفتة، وابتدي اصبع الكفتة على السيخ وانا دهنة ايدي زيت. احنا مش هنسخنها في الاول ولا حاجة، الجريلا دي لا، هي بتتحط باردة وتبتدي تسخن، والكفتة
محطوطة فيها، انت مش بتحطي فيها اي حاجة ولا مية ولا اي حاجة. لو حطيتي فيها مية كأنك بتسلقيها. ممكن تحطي ورقة فويل في القعر بتاعها علشان بس ما تتوسخش منك وتسهل عليك التنظيف. انا مش حاطة اي حاجة فيها، انا دهنة للسياخ بتاعتها بس زيت، دهنة خفيفة بايدي ودهنة الكفتة زيت، وانا بصبها على السيخ كده عشان ما تلزقش. ما عندكيش السياخ دي ممكن تعمليها كفتة عادية خالص صوابع، تصبعيها على ايد معلقة وتحطيها على الجريل. نغطيها ونرفعها على النار ونهدي عليها النار. وهنا هنعمل مع بعض سلطة الطحينة. كفتة مشوية او اي مشاوي لازم سلطة الطحينة. هنا حطينا الثوم والكزبرة الناشفة والملح والفلفل، وهنحط خل ونحط الطحينة بتاعتنا. هنلاقيها تخنت مننا، ما تقلقيش خالص، هنحط عليها مية ونخفها وتبقى زي الفل. لو عندك مضرب صغير ممكن تعمليها بيه، بس المعلقة برضو ماشي الحال. ممكن كمان تعملي جنبها تومية، بس هي الطحينة المتعارف عليها. العيش البلدي بتاعنا بقى وطحينة وكفتة وخلاص على كده وزي الفل. الشواية على النار، مهدين النار على الآخر، كل الدخان اللي طالع ده بيديها طعم المشوي، فعلا بتبقى طعمها حلوة جدا. ايه الشواية دي حلوة وكل حاجة، هي بتغلب بس في التنظيف، علشان كده بقولك حطي فويل في قعرها علشان ما تتوسخش، لان احنا ما فيش اي سائل في القعر بتاعها. كل الدخان ده طالع من السخونة في القعر مع المية اللي بتنزل من اللحمة وبيديها طعم المشوي. وده شكلها بعد ما خلصنا.
بتقدميها على عيش بلدي طبعا، والطحينة، وبالهنا والشفا. وزي ما قلتلك السياخ دي لو حابة انها ما تتحرقش حطيها في مية قبلها بليلة. وما تنسينيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس، وبالهنا والشفا.